في ناس كتير من اللي عندها مشاكل في الرقبة او مشاكل في الكتف بيبقى النوم بتاعهم مش متظبط، ممكن يشتكوا من ألم في الرقبة او ألم في الكتف اثناء النوم او بعد الصحيان بسبب الوضع الغلط اللي انت كنت نايم فيه. فهنشوف مع بعض دلوقتي ايه هي الاوضاع الغلط دي وازاي نقدر نصححها. اول وضع للنوم الخاطئ بالنسبة للكتف هو النوم على الظهر وانت رافع دراعك لورا بالشكل ده كده. الوضع ده كده مفصل الكتف بيبقى في نهاية المدى الحركي بتاعه، فعشان كده مفصل الكتف مش بيبقى في الوضع المريح ليه. فعشان كده ممكن تقوم من النوم بألم في مفصل الكتف، وكمان ممكن يكون في تنميل في دراعاتك. الوضع الصح بقى ان انت تنام ودراعك جنبك بالشكل ده. الوضع ده كمان مش الوضع الاصح، لان مفصل الكوع مش بيبقى في مستوى مفصل الكتف، بيبقى نازل لتحت شوية. الاصح بقى ان انت تحط فوطة او ملاية وتطبقها وتحطها تحت كوعك بالشكل ده كده، بحيث يبقى كوعك في نفس مستوى كتفك، لان لو كوعك نازل لتحت شوية كده ده ممكن يعمل شد على مفصل الكتف. او ممكن تحط بدل الفوطة تحط مخدة بالشكل ده كده وتريق عليها دراعك وانت نايم برضو، يا اما تحط فوطة تحت كوعك يا اما تحط المخدة بالشكل ده كده. ده كده بالنسبة للكتف. بالنسبة بقى للرقبة، وانت نايم على ظهرك لازم تكون المخدة ارتفاعها مناسب، ما يكونش ارتفاع المخدة عالي فهتلاقي رقبتك عاملة بالشكل ده كده، فده هيحط ضغط اكتر على فقرات الرقبة. وما يكونش برضو ارتفاع المخدة اللي انت نايم عليها صغير، مش هتبقى برضو النومة مريحة وهتبقى رقبتك راجعة لورا قوي، فلازم يكون ارتفاع المخدة مناسب بالشكل ده كده، ولا تكون المخدة ارتفاعها عالي قوي ولا يكون المخدة ارتفاعها قليل. والمخدة اللي انت هتنام عليها تبقى اي نوع مخدة، المهم انت ترتاح عليها وانت نايم، سواء بقى مخدة قطن او مخدة فايبر، فاي نوع مخدة، المهم المخدة اللي انت نايم عليها تكون مريحاك ويكون ارتفاعها مناسب وتقوم من النوم مفيش اي مشكلة في رقبتك. ده كده بقى بالنسبة للنوم على الظهر. الوضع التاني بقى هو النوم على الجنب. بالنسبة للكتف، لو هتنام على الجنب وكتفك المصاب هو اللي فوق، يبقى ما تنامش بالوضع ده كده وسايب كتفك مرمل تحت كده. الوضع ده كده بيبقى دراعك لافف فيه لجوه شوية، فالوضع ده لو نمت فيه فترة طويلة هتقوم من النوم كتفك فيه وجع. والحل ان احنا نحط مخدة تحت دراعك كده بحيث ما يكونش دراعك لافف لجوه قوي وانت نايم، وبالتالي اوتار الكتف ما تنضغطش وتقدر تقوم من النوم من غير اي وجع. بالنسبة بقى لو هتنام على الجنب المصاب، يعني كتفك اللي تحت هو المصاب، يبقى ما ينفعش تنام بالوضع ده كده، يبقى دراعك مرمي بره بالشكل ده كده، او تنام بالوضع ده كده ان انت تحط ايدك تحت راسك كده. الوضعين دول كده، سواء انت حادف دراعك بالشكل ده كده او حاطط دراعك تحت راسك، الوضعين دول كده بيبقى دراعك لافف لبره في اكسترنال روتيشن بالشكل ده، فالوضعين دول مش مريحين وهتقوم من النوم في الم في كتفك. والوضع الاصح لدراعك ان انت تحط دراعك على المخده بالشكل ده كده، الوضع ده كده مش هيبقى دراعك رايح في اكسترنال روتيشن قوي. ممكن كمان ان انت تحط مخده تحت المنطقه دي كده بحيث تبقى شايله وزن جسمك شويه، ما يكونش وزن جسمك كله نازل على مفصل الكتف، فهتقوم حاطط مخده تحت وسطك بالشكل ده كده بحيث تبقى شايلة الحمل من على مفصل الكتف، وما يبقاش وزن جسمك كله نازل على مفصل الكتف، تبقى المخدة دي شايلة جزء من وزن جسمك. يبقى وانت نايم على جنبك المصاب هتريح دراعك على المخدة بالشكل ده، وتحط مخدة يكون سمكها صغير تحت وسطك بالشكل ده كده، وممكن كمان ترجع بوسطك لورا شوية كده وتحط مخدة كمان ورا ظهرك كده بحيث تكون سند ظهرك بالشكل ده كده، وتريح كتفك بالشكل ده كده، يعني نايم نص نومة على الجنب بالشكل ده. الوضع ده كده مريح جدا ومش هيحط اي استرس او اي حمل على مفصل الكتف المصاب. وبالنسبة للرقبة بقى وانت نايم على جنبك، برضو يكون ارتفاع المخدة مناسب، ما يكونش ارتفاع المخدة عالي فتبقى راسك عاملة بالشكل ده كده، او تكون ارتفاع المخدة قليل فتبقى راسك نازلة لتحت قوي. الوضع الثالث للنوم بقى هو النوم على الوش، وده مش محبب سواء لألم الكتف او ألم الرقبة. بالنسبة للكتف، الوضع ده كده النوم على الوش وانت فارد دراعك لقدام كده مش بيبقى مريح لمفصل الكتف، لان مفصل الكتف بيبقى في نهاية المدى الحركي بتاعه، وبالتالي الاربطة بتاعت مفصل الكتف بتبقى مشدودة، والاعصاب والاوعية الدموية مش بتبقى في الوضع المريح بتاعها، فالوضع ده مش بيبقى مريح لمفصل الكتف، سواء للناس اللي عندها التهاب في الاوتار بتاع الكتف او الناس اللي عندها تجمد في مفصل الكتف. بالنسبة بقى للرقبة، الوضع ده مش مفضل للناس اللي عندها الم في الرقبة، لان الوضع ده كده
بتبقى رقبتك لفة في نهاية المدى الحركي بالشكل ده، وكمان المخدة بتبقى مرجع راسك لورا شوية، فانت بتبقى لافف راسك كده ومرجع راسك لورا بالشكل ده. فالوضع ده كده مش بيبقى مريح، وبيبقى فيه استرس او ضغط على الفقرات بتاعة الرقبة، وكمان الوضع ده كده بيضيق الفتحات اللي خارج منها الاعصاب بتاعة الرقبة، فعشان كده الاعصاب دي ممكن تنضغط وممكن تقوم من النوم بتنميل ووجع في دراعاتك. فالوضع بتاع النوم على الوش ده مش محبب سواء لألم الكتف او ألم الرقبة، والافضل ان احنا ننام في الوضعين التانيين اللي هو وضع النوم على الظهر او النوم على الجنب، ويكون بالاوضاع اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية. وبكده يكون موضوع النهاردة خلص، اتمنى يكون استفدتم. لو موضوع النهاردة عجبكم ما تنسوش اللايك للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل حاجة بننزلها، ولو حد عايز يستفسر عن حاجة ممكن يعرفني في الكومنتات تحت. اتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم.